أهلا بحضراتكم في الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبالتحديد في مركز التحليل والتنبؤات الخاص بإصدار كافة النشرات والتحذيرات الجوية الخاصة بحالة الطقس. تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وتقل كميات السحب بشكل كبير وتنعدم فرص سقوط الأمطار تماما وتهدأ الرياح على كافة مدن ومحافظات الجمهورية إعلانا بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتبدأ تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر مرة أخرى ولكن بشكل أخف بكثير من الفترات اللي كانت فيها حالة من الاستقرار واللي وصلت فيها الشبورة المائية لحد الضباب وكانت كثيفة على الطرق. ولكن خلال هذه الأيام من الاستقرار الشبورة المائية خفيفة وغير مؤثرة على كافة الطرق، وده طبعا نتيجة المرتفع الجوي اللي موجود وبيأثر على جمهورية مصر العربية. هذا المرتفع الجوي اللي موجود على جمهورية مصر العربية محمل برياح شمالية غربية، هذه الرياح الشمالية الغربية محملة بكميات من الرطوبة نظرا طبعا لتأثرنا بها ووجودها على البحر المتوسط. هذه الرياح في الصباح الباكر مع وجود مرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا زي ما احنا ما شايفين، هذا المرتفع الجوي بيحبس كمية الرطوبة اللي موجودة في الغلاف الجوي إلى طبقة قريبة جدا من سطح الأرض تساعد على تكون الشبورة المائية سواء على الطرق الزراعية أو على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو الطرق السريعة المؤدية إلى مدن القناة وسواحلنا الشمالية ووجه البحر والقاهرة وشمال الصعيد. طبعا توقيت تكون الشبورة كلنا بنعاني منه بعد الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح، ولكن زي ما قلت لحضراتكم خلال هذه الفترة من الاستقرار الشبورة المائية غير مؤثرة على الطرق، متوقع استمرار هذا الاستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل، انعدام كامل لفرص سقوط الأمطار، هدوء كامل في سرعات الرياح، زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، درجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية بتتراوح من 18 إلى 20 درجة مئوية، ولكن التحذير كالعادة من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل اللي بيصل الانخفاض إلى 10 درجات مئوية تقريبا بين العظمى والصغرى. شكرا وإلى لقاء آخر.